يوم عاشوراء هو اليوم الذي يأتي في العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري، ويعرف عند المسلمين باسم يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد رسول محمد صلى الله عليه وسلم في معركة كربلاء. يوم عاشوراء صيامه مستحب عند أهل السنة والجماعة، فقد روى البخاري عن ابن عباس قال: قدم النبي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامها. يحيي المسلمون يوم عاشوراء وسط اختلاف كبير في طقوسه وشعائره بين أبناء الطائفة السنية الذين يرون أن عاشوراء هو يوم فرحة، وبين الطائفة الشيعية التي ترى أنه يوم حزن. عند أهل السنة هو يوم فرح بعد نجاة النبي موسى ومن معه من بني إسرائيل من قوم فرعون، حيث ألقى النبي بعصاه البحر وتمكن من الفرار بينما غرق فرعون وجنوده. ويقوم أهل السنة بصيام هذا اليوم كإحياء للسنة النبوية. عند الشيعة فيوم عاشوراء هو ذكرى مقتل الإمام الحسين سنة 980 ميلادية في صراع على السلطة، ويحيون هذا اليوم بمظاهر رمزية لتأنيب الذات وإظهار الحزن على مقتله أثناء ثورته ضد الحاكم الأموي أنذاك يزيد بن معاوية. وفي المغرب يأخذ هذا اليوم طابعا احتفاليا، بحيث يحتفل المغاربة عن طريق ليلة الشعالة، بحيث يجتمعون حول النار وهم يرددون أهازيج، بينما يحكي البعض قصة مقتل الحسن والحسين، ويشتري الآباء الألعاب لأطفالهم الصغار، في حين يتم في اليوم الثاني والذي يسمى بيوم زمزم برش الماء على بعضهم البعض في جو يغلب عليه المرح والابتسامة.